سيداتي ساداتي، أهلا بكم معانا في برنامج رأي الناس. مشاكل العالم كتير، ومشاكل المجتمعات كتير، ومشاكل مجتمعاتنا ومجتمعنا المصري برضو كتير. تعالوا معانا نسمع بعض مشاكل مجتمعنا ونسمع رأي الناس. تفتكري إحنا عندنا أزمة إسكان فعلا؟ إحنا عندنا أزمة إسكان. إحنا فعلا عندنا أزمة إسكان، وما عندناش أزمة إسكان. عندنا أزمة إسكان بالنسبة للطبقة المتدنية جدا، لكن بالنسبة للطبقة العالية والناس الأغنياء ما عندناش أي أزمات، لأنه حتى المتوافر كتير جدا وزيادة، وفي ناس واخدة 3 و4 و10 شقق وبتعملها تجارة كمان. ما فيش شك في أزمة إسكان، وحتزداد المشكلة أكتر. كل سنة عندنا 600,000 أسرة بتتكون، والوحدات السكنية اللي بتتبني 95,000 وحدة، فبلا شك هيبقى أزمة هتزيد مع مرور الوقت. مفيش شك احنا عندنا مشكلة إسكان كبيرة جدا، واضحة في المساكن العشوائية كتيرة المنتشرة، 10 في أوض، الأب والأم مع الأطفال نايمين سوا، حاجة غير صحية وغير أدمية، ومشكلة كبيرة في بلدنا. والله هي أزمة الإسكان موجودة، أكيد عندنا أزمة إسكان طبعا، لأن في ناس كتير يعني ما بيلاقوش مثلا شقق، كلام من ده. بس هي المشكلة ليه هي دي؟ ده الموضوع الأساسي، لأن أزمة الإسكان مش المشكلة إن إحنا مثلا عندنا ضيق في 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 المكان أو كلام من ده أبدا، يعني إحنا بس مشكلتنا أزمة تخطيط إلى حد كبير يعني. طب إيه رأيك في حل المشكلة دي؟ الحل محتاج ان يعني اكتر من حد يجتهد علشان يحل الموضوع ده. يعني في دور على الحكومة توفير فرص عمل للناس دي، وفي دور على مستوى المباني اللي بتتعمل، وفي دور على انه بعد ما بتتوفر الحاجات دي تتوزع صح، لان في بيوت كتيرة قوي مقفولة، مفروض ان دي معمولة بيسموها اسكان شباب، وما فيش اي حد ساكن فيها. حل المشكلة دي ان الدولة لازم تاخد قرار انها تساعد الناس الفقراء وتبني لهم اماكن تليق بيهم، وكمان بمساعدة رجال الاعمال، حتى ولو تزود الضرائب شوية على رجال الاعمال وعلى الطبقات الكبيرة من البلد. المشكلة دي عايزة استثمارات من القطاع الخاص، الحكومة مش هتقدر تعمل تقوم بالدور الاوحد، لازم القطاع الخاص يبني، ولازم الحكومة تدعم القطاع الخاص في البناء عن طريق القروض. أنا أتصور أن نحل المشكلة دي بطريقة أن الحكومة وحدها طبعا ما تقدرش تعمل، لأن كل الناس بتلوم الحكومة، لكن أفتكر أن رجال الأعمال ليهم دور كبير في مساعدة الحكومة في حل المشكلة. والله هم بدأوا، أعتقد أن هم بدأوا شوية يمشوا في الموضوع ده، أن هم ابتدوا يغزوا الصحراء شوية، ابتدوا يعملوا مدن جديدة، ابتدوا أن هم يبصوا مش كل حاجة جوه القاهرة وجوه قلب البلد، لا بدأوا يخرجوا برا شوية يعني. يا ترى نزول الأم للعمل فكرة كويسة؟ نزول الأم فكرة كويسة، فكرة كويسة، بس في سن الحضانة لا. نزول المرأة عموما للعمل دي حاجة كويسة جدا ليها، وأوقات المرأة بتتخيل إنه ده بيأثر سلبيا على الأولاد، ربما في الفترة الأولى بيأثر بدرجة ما على الأولاد، لكن الأم اللي بتنعزل عن العالم وبتقعد مع أولادها، بعد مرور فترة من الوقت بتحس أن أولادها مش محتاجين لها، وهي تبتدي تضطرب. فمهم أنها تحتفظ بهذا التوازن بين عملها وبين تواجدها مع أولادها. نزول الأم للعمل هي ليها شقين في نظري، أن الأم تلاقي نفسها وتثبت وجودها وتنمي مواهبها وتختبر حاجات جديدة في حياتها ما كنتش تعرفها قبل كده. لكن الشق الأول والأساسي للأم، إذا ما قلنا أم، إنها تكون مع أولادها، وسواء في المرحلة المبكرة أو المرحلة اللي بنسميها المراهقة. نزول الأم للعمل ممكن يكون فكرة كويسة وممكن يكون مش كويسة، بتعتمد على شخصية المرأة نفسها. طيب ليه؟ إيه إيجابيات وسلبيات الفكرة دي؟ فكرة نزول المرأة للشغل ليها إيجابيات وليها سلبيات. الإيجابيات نقدر نقول إنه الست بتلاقي نفسها، بتشعر بكيانها، بتكتشف إمكانياتها، بتعرف شخصيتها، بتنجح، بتحس إن هي جزء فعال في المجتمع. لكن ممكن يكون ليها بعض السلبيات، لو الدور ده أو نجاحها في الدور ده
بتأثر في إهمالها في أدوار تانية، فلازم دايما يكون في توازن. إيجابيات الفكرة دي إن الست لما بتنزل للعمل بتتكون شخصيتها، بتساعد في داخل البيت. والسلبيات إنه الناس إنها بتسيب البيت، طبعا بتحصل ثغرات في التربية، في إن ما فيش رعاية كافية للأطفال وكده. نزول الأم للعمل لو هي استغرقت تماما في عملها وبترجع زي القطاع الخاص دلوقتي ما بترجع الساعة 7-8 بالليل وسايبة تربية الأولاد للدادة ولا للتيتا، طبعا في سلبيات صعبة جدا. لكن لو هي قادرة تنظم وقتها بحيث تدي وقت لأولادها أيضا، دي حاجة كويسة. والله إيجابيات نزول المرأة للعمل ان هي بيوسع مداركها، بتبقى انسانه ليها شخصيه، ليها يعني قادره تحل مشاكل كتير، بيبقى ذهنها حاضر على طول الوقت. وما سوقها ان هي ممكن كتير قوي لو شخصيه ما عندهاش مقدره انها توفق ما بين بيتها وما بين عملها، ممكن جدا انها تهمل واحد في الاثنين او تفشل في واحد من الاثنين. ليه اقتصاد دول العالم الثالث اضعف من اقتصاد الدول الغنيه؟ اقتصاد العالم الثالث بيكون عدم الاهتمام بتنمية الموارد بشكل جيد، سواء الموارد البشرية بداية من التعليم الأساسي أو العالي، وحتى الموارد الموجودة في مثلا في المناجم أو البترول. يعني وجود الموارد زائد كيفية استخدامها أعتقد هو ده سبب التقدم الحقيقي. أولا زيادة النسل، ثانيا الناس ما بتشتغلش، ما فيش يعني ما فيش إنتاج. هي تعتبر دول مستوردة أو غير منتجة. اقتصاد الدول العالم الثالث أضعف بكثير من الدول الغنية، لأنه في العالم الثالث هناك فساد ثم فساد ثم فساد. وقف هذا الفساد، دول العالم الثالث عندها موارد طبيعية تساعدها جدا أنها تبقى دول غنية. أفتكر أن اقتصاد دول العالم الثالث أضعف من اقتصاد الدول الغنية، لأن الدول الغنية بتستخدم موارد الدول الفقيرة مع أنها غنية بكتير من الموارد، وأفتكر ده سبب كبير جدا. هو اقتصاد دول العالم الثالث أضعف من اقتصاد الدول الغنية، أعتقد أنه برضو بسبب التخطيط والتنظيم. إيه أسباب ضعف اقتصاد الدول عموما يعني؟ أسباب ضعف الاقتصاد في العالم الثالث ممكن يكون الفساد في بعض الأوقات، ممكن يكون إهمال تنمية الموارد سواء البشرية أو الطبيعية أو الجهل. الفساد، عدم جدية في العمل والأداء قليل جدا، وأغلب الشعب عنده مقولة إنه على قد فلوسهم اديهم، يعني شغلهم اديهم على قد فلوسهم. يعني أزمة الاقتصاد الحالية اللي حصلة اللي ابتدت في أمريكا هي بسبب الإسكان، إنه كان في مبالغات كبيرة في أثمان المساكن هناك، وبالتالي البنوك كان بتدي قروض كبيرة عشان الناس تشتري مساكن على أساس إنها هتغلى، وبعدين اللي حصل إنه الطلب قل جدا فالمساكن قلت فابتدت البنوك تنهار. دي الكارثة اللي نأمل انها لا تتكرر في بلاد اخرى. الدول عموما اسباب ضعف اقتصادها بيبقى يعني انا بحس ان الدول كتير قوي عندها فلوس بس مش عارفة تستخدمها صح. تعرفي ايه عن مجهودات الحكومة في تحسين الاقتصاد؟ الحكومة بتحاول تعمل مجهودات، بس انا شايفة ان المشكلة ان المجهودات مش متناسقة. يعني اوقات بتعمل مجهودات في مجال معين، لكن نتيجة انها مش المجهودات دي كلها مش بتتسق، عشان كده مش بتحقق الهدف المرجو اللي هو تحسين الاقتصاد. هي الحكومة بتحاول تحسن الاقتصاد، بس بتحسنه بطريقة انها بتاخد ضرائب اكتر ما هي بتضغط انها تزود الانتاج. الحكومات بتبذل مجهود في تحسين الاقتصاد على قدر الاستطاعة، ما تقدرش تتدخل بدرجة كبيرة، ما ينفعش، لأنك أنت بتقتل الاقتصاد الحر لما الدولة بتتدخل بصورة زائدة، زي ما كان حاصل في أمريكا أو زي ما حصل في أمريكا، أنه الدولة دفعت 700 مليار دولار، وكان في أقوال كتيرة بتناقض هذا وبتقول الدولة ينبغي أن لا تتدخل لأن ده حيزود التضخم. هم الحكومات بتحاول أنها تحسن الاقتصاد
بطرق استيراد حاجات جديدة، فتح موارد جديدة للشباب انهم يلاقوا عمل، وبالتالي يرتفع المستوى بتاع البلد اقتصاديا وينتعش. وهي مجهودات مش بطالة بس عاوزين كتير.